بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام والإيمان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحن سلام يا ضمان أخيارك يا ولا لها يا أحبذا سوى عمري مساجدك الله سبحانه وتعالى أيقودون إني دقيستان موعدا يوانا حنذين قل سلام يا سلامت إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا المحاضرة دي نقل حنسح سوسين هنا مهمة وحنبارسين هي مجلس من مجالس الذكر كمدة قوبها لسوء ماذا وإلهي ذكري سيوانا ذي وعد قلبو دقيسته فضلك كسو أروري قفك كسبر أو قدل قاتة إلى وانا ذي وعد قلق دمية ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وقو بشارين يا قفك إنو إلهي سبحانه وتعالى دمبي سنة دافي حسنات بضن إلهي سبحانه وتعالى وقرية وحنا بيجي أن كسر عن صلوات الله وسلامه عليه حديثك وصوص عليه الإمام أحمد يغير كي سبب من حديث أنس مجتمع قوم في ذكر فتفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم رواية كلا وقد بدلت سيئاتكم حسنات مجرد مجمع يكرا نوعا وكلا فريستا إلهي ذكري سيوانا دا يوعدك أيغو دقي سنايا إلا هدي الله لمرك استاغا يعني ملك با دواقي وحوليه استاغا إذن كل ذين دم بدافي حديثك قيبتي سكالي وحوق دريا دم بداف كلمة هي حتى حمان جيني هور إلهي حسنات بو بدليا لكن بنا آدن كطبيعة دي سوحيتها قلة الصبر الصبر ياري تدك إنما لها fadiyada aanan faa'iidada lahayn iska lagu yeenay ku sabraan way agoodaan laakin meelaha shaydaan baa dhibaya qofka asagoon dan weyn lahayn baa laga yaabaa inuu carara laakin qofka sabra ajirka iyo abaalka soo leeyahay waxa kale oo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam fi sahihayn ka sugan qof haduu salaatu kada salaad kaleena uu ku suga ajirki salaadii hore inuu u soconaayo ila salaada kale uu ka gala نبينا نوح قتل ما يفرق نوع سوك للرباط قف إلهي درتي أولوك حيرا مركا جزاكم الله خيرا وعلى هذه البشائر أي أنه إن شاء الله تعالى كفى إذا سنين أي أن دونين أنت أرد حيث بين العشاءين بل إن دقي سنو كلمة دينا عنوانك كل سداد مغشين محاضرة دينا وفقه الحياة أما فهم الحياة نرشن أن نولنا هاي إلا فهمه وحن سيدا أولينا هاي داتك قيبتي هرون لجوكتي هبين كان جوك نمسيد أبي هريرة وكان كهذا لني مفاتيح السعادة وفك دونا ينول الوناكسن فرياشو استعمال لها أسباب توكو غاري لها نول الوناكسن وعاكدن بمساجد كجامع الأنصار هبين هرون جوكينا كيف تكون من خير الناس سيدات كنا قاني كرتا قفك ضدك أوغو خيرك بضان عاونا محاضرة دينا سيد أحدا محاضرة مارك الاسبوع العلي هدفك يترقيتك ومحدد كل يقول هل ميل بقوة دعايا كوبية الشبانة ونرول ونأكسن سيدك قاري لهد قفك أوغو قيمها بضان أوغو خيرك بضان سيد كنا قاني لهد ينرشن أدنوش هاي إنت فهنده نرجع هنا تفهم تمحن وجهات لينا ما أنت وحن قر وذا قرنا هنا دمان جينا نرجع الدنيا ذا النول نهينا في خدمتها صادرت هذا
قفك قف دلايو كان حاران كسبنايو كان حمانت سمينايو دمان مركز ويدزوون الدنيا الرادس كان وناك سمينايو إلهي أكتسون وحق يستجنى يرد إلهي إنه قارو قفك دونايو وانلو الرادس سادرت هذا نلشن أن نول نهاي إلهي نمقصد يوجيده أو تلقلي داد كان وحلقي أبا قاب كان نلشا ونكسن لو قاري لها إنه ودو ينفر بضن لو قادة إلهي سبحانه وتعالى وعيره دي إن سعيكم لشتى عمل الذي نواكلتك تكسيهين كدي باد داد كان لشا يغي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وألقب صمي قفنا إنت أوجه ونولي هاي وددوا جنة دار هاي بوعكت الله هاي تاسو نفس عنايا قفنا دنيا نسو جوغب ودد كلمي وحاكسي درنها باللومي حتى نقفك أصور ودوسان سوار بين سحيني هاي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نبي محمد ما أكتهي كاغم ورم أبو إلهي إليه قل هذا هو خسارة بدل الدنيا تعب كوضا أوباي وأقب إلهي وقل هذا أعماش وذي عمل ذي اللمي الدنيا وددي حقه يتكبيري كد ابن إسوها استيني سحيهم مالين كود انتو واقا كبرية صدرت هذا سيد تاو دعين بلو حاندونينا إن شاء الله تعالى إنا تلماما يربحنا نلشن إلهي سبحانه وتعالى قصدو أو تلقلي يقفك مسلم كإنو قرطو ورنتيت كسو باللابتي انتيت كود ما نيسا مدد أذهي ستو انتي لأكتهي محلقا قباهي هاي إنو انت فهم وقفك مسلم ك سي عمرك اسمايو تحديد المقاصد وحو هكسنايو انو حددنادو اخواني في الله صدرت هذا قضبه مركان سو قادنينو ميدول وحن كوبلاوي دونا فقه انا وحن فانو الله سبحانه وتعالى كون كان مركو اومي مخلوقات كلها دون الهينا او ابوري وحو او تلاغلي شقوين اي قبانايا نوع كستا مخلوقات كي هي كان وإلهي سبحانه وتعالى قانون كيسا سنن إيا نواميس ربانية أيا قدر إرسطي سيدا أيضا إلهي سبحانه وتعالى مرقو كهد لا يرمها عليها يسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلق محسو قيلا يا أمكي ورنبو أمي فسوى وانا إكي انت كي لكم دين إلهي انتو أون أبو رفرح كما قاضى محوه ضري والذي قدر فهدى شيء كستاو هيسيينا نلشي سيقابك نولان له إلهي سبحانه وتعالى هذا نقوهنونيا صادرت هذا أنا قوم بمشغول سن وورير سن موياني حيوانات كإلهي مخلوقات كي سكله شقد إلهي أو تلقى لي باي هايستان وي قودنا كمال لحدان بدعي مدك أيوه مليب عقل لهين تكاليف لصارين رسوشا يا إلهي سبحانه وتعالى هنونك أصادر الشقة كلهين هدنا إلهي قانونك رباني وأو تلقلي يسيد الله نولان لها وهي قانان صادرت هذا إلهي سبحانه وتعالى بنا آدنك وهدنا كرامة سيقوني آنات سيئة وكدوي مخلوقاتك كالوردن ومخلوقاتك كالوسن سينم بو إلهي قوني يالي إلهي سبحانه وتعالى هنونك يباطلك بو هدنا أكل ساري حقي يباطلك سعادة دي يضلالة دي بو أكل ساري تازوى تشريف قوني أو بن آدم كالسي لكن بن آدم كواقب كمدة مخلوقات كزو إلهي أبو ري ومد والبوضاء يشقى وغطل قلي إلهي سبحانه وتعالى مركو كهدلي سنة سربانك وإلهي سبحانه وتعالى سنة دي ساسعاني دونتو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة مركو إلهي سبحانه وتعالى كهدلي مخلوقات كالجوان مدول بينه الشقذي سقب صنايو الله سبحانه وتعالى وحليه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مخلوقات كاسكال دوان هبين مال قراح ضيح إلهي سبحانه وتعالى أبو ري مدول بالشقاد وأبو ترقليب إلهي كسعون يا أسونا بذحي مذك فلك بألغوت المعمولبة سيدا اللقطة قارقة ماشا يكون ريقاني هدي كبحدو أما قاري وامرو شل قلي أما وامرو حكالي دعي وإلا اللقطة سيدا ماشا اللقطة لقلي قران قرطة سيكون ريقاني هبين يا مال يا قرح يا ضيح يا حدقاء يا عدوالبا وحكى لا صواها يا راعية دبيلها راعية بيه يا نباتات كالولخة صباحة يا راعية هوذنا راعيسة وحوالبا شقاداس إلهي أغطى لقلو كسعون يا وحاني كمنت هاي والعبادة الكونية إلهي سبحانه وتعالى أنا كلمة عابدنا مخلوقات كي صورنا بعابدة قل يا هاس إلهي مخلوقات كأو أبو ري شقضا سيقبان أيام باب عبادة أو إلهي كعابد أيام ويولب إلهي أقوه غن أيام طيب تامر كان قرنا وحاجر هدنا فقه السنن الشرعية إلهي سبحانه وتعالى الشريعة داسي فرمه أنبياد أسو ديبي إذن وحيوبا هنتهي فهن إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كأو ما يوفرها بضن قارها نبينا آدم كاسو تشريف كسيي أنبياد إذن إلهي سبحانه وتعالى وصادري وجيددي هدف كإلهي سبحانه وتعالى وأبوري وننوليهي لولنا حساب تمي دون مرقو لنتا وفرينتا إلهي حقي سكاها تيسدو وقاتو وحقي جيسدو وغتاقا عمل كيس مرو البكاس أيو كحرينهي صادرت هذا قفك إلهي سبحانه وتعالى دين تي سقاتا وحي إلهي رالي كاها أقبله سعادتي سأجون كنووه لي تي آخرنا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سمرقو تغايو هلي دونا الدنيا ده انت اللي جوغونا إلهي حسي ابن آدم كخيارية عدلو قصبا يو سندولة أولا ليه هاي قصب كو إسلام قصب كتوكو قصب كصوم مجرى وحوال بإلهي مادام وكوك العدي أذيقا سالغو وكاشي قابكا اسكاليكتا إلهي حليه هاي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نبي الله آدم ارقوا إلهي حق سريك سعيلي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى آيات سورة البقرة فمن اتبع هدايا فلا خوف من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانت هننطي إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس قادتي انت الضفرتي وخيار كوذي سدو لن نقضي إلهي شرعي كيس إلي ديدانا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كتشريفك يوم زيادة قوندة هي التفضيل كمخلوقاتك كالردن وكسر مريء وحاكمدة مركو إلهي رسولنا أسو ديري كتبنا أسو دجي إنه إلهي سبحانه وتعالى كون كان وحكو رحنول أردن يا مخلوقاته أصيغ درتي إن لو سخيري لو تسخيري إلهي أذي قامبا مصالح ده بن آدم كان طيب وحكر إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كتشريف كإقوني ده أوسي كمدة إلهي سبحانه وتعالى علم نووسي آلات كعلم وحبرشدا وأكملي لقاها كمدة انبها كمدة صادرت هذا لبضع النعمة إلهي خلق ابن آدم كل حريرية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلهي مرقو أومي وحهدنا الله لما استريوسي آلات العلم لقو وحكو مغلا يندو وحكو أركا ونعم إلهي سبحانه وتعالى وكلنا حساب تمدونه عقل وهذا نوحكو كرتو حيوانات ككل آيان لهين لكن بن آدم كأرمهاس شرفت هذا وحيسي كامل ميزة مركي هدف كإلهي وأبو ري وقرتو أو إلهي سبحانه وتعالى وجددي وأبو ري مركو وقرتو أي شرفتي سادنا يولي بسيرة ما يستر ميزة طيب إلهي إنه أصخيري بن آدم كوحو البأو كون كيال لو حاكمذا أدلذة تصيليسو
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إلهي سبحانه وتعالى سماوات يوحى أدحية يوحى كدح نول يأرض يوحى كدل نول. إلهي سبحانه وتعالى والتسخير لكم إذنك لأجلكم بن آدم هداتهين أنت إلهكم الدائنين نعمة يبرواقة مد موقت الله أركة يمد قرصون هدنا إله سبحانه وتعالى إذن قدري وعكر إله سبحانه وتعالى ليه ينعموين ككمذي التشريف كتفضيل كبن آدم كاللوق علي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إلهي وحو إذن كسو صاري أوركي هو يدينا إذن كوانا وحبا قرنين كدبوا إلهي سبحانه وتعالى آلات العلم جهدا شيئين أو مقل إيا أرق إيا عقل إيا وحلقوا قرن لها أي ذين سيا واسدح النعمة ووين كدبوا إلهي إليها يور إلهي كم الشكر نيسان ونعمة وغم ما هدعلي نيسان وحن نعمة زوين دريمي كراقف كواية سلف كيني أو حار دعي نين عالم أه أيا وحاو إما ذي نين فقير أو آد وريرسن الدنيا يوريرس وحا نقمان تنها يسوي كدر مركز وحي إلى إلهي امتحانك وانيك يوسميي وحانو ملايين قف بن آدن وصده امتحاني بوي يهاني استمالها على عالك بن آدن كدب يرمر بسو قارن وعاذبا. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني كي نعمة يبرواق لسينا كبير يسنتاقوي. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كي وحي يرى دباتك قارتو يقاجة مالين دريمونا الله إلهي محسن إيقالي والمحاوحا مبتل يسو قاري من على علي باوي ما ذي إنك عالمك مركز وحيرة إلهي ما تكعبنا يسا ها نعمة إلهي وكسي عدو سيئة وما لها ذيك ومحيطة نعمة هايستو لبين دود ملايد هاي ها لبين دود ملايد هاي ها لبقع مود ملايد هاي ها لبلو غود ملايد هاي ها الدنيا ذا حوالا وحيا لقدم بأذا بهايا حديا ليسا إن لها ذا هل كمذي أن يبنو قف إلا آنه اللو قليو إشا هدي ما أنت بنا آدنك وردنو إسوتك وإلم سوصاري كرا وحي تكنولوجيا يهورو مر وردنو لقاري ولي لما قارين إل بنا آدن إلا سوصارو ديك هنداد بايشونا ديك وحكو قليو مالها سماع عدحوني وحمينا على سوصارو كباح إشا بنا آدنك سادرت هذا حولو وحي يالو وردن مبقو يالو ووحك قالسا عيرا دي إشا هذا هلا إيبيو الدنيا ده وحي يالو وردن وحولانا كو إيبسو ku qaado marka inta raali ku noqon maaya 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 xajeegaysa wiil gacantaada la gooyo beec la geeyo maaya hada waxaanu nicmad haysataa ilaahay ma doga maad cilisid sadarteed nicmooyinka waxa dareemaa sidoodaba qofka markuu waayo gartaa nicmo dhana waa noocaas la tucrafu illa bizawaliha ilaahi subhanahu wa ta'ala bina aadan ka tashriifka uu galay waxyaalaha tilmaamay waxa kamid suuratu an-nahl oo loo yaqaan suuratu an-ni'am سورة داس قف انتو اخريو كو تدبرو وحا اوصو بحيا عجائب عجائب با اوصو بحيا وحا النعمة الهي بن آدن او قلي او سورة دا لوغشيكي سادرت اذا قار مفسرين تاكو مغا عابين سورة النعم سورة نعموينك سورة دا بلاو قيدا والانعام خلقها لكم لكم الاغا بلاب حولهم با الهي اذن كو اذن ابوري والاغا سيتاكي بل وحكى صوبه ينبت لكم مزرعة والزيتون والنخيل والأعناب وحن وطن يالو صوصارة وإذنك حقا سألاء ذعر ضيحو قرحو حدقيو مسخرات يالو سخر إذنك وما ذرع لكم في الأرض وهو الذي سخر البحر لكم وطن صورة داس سدو بيوسعون لكم وحن نعمه أدونك دلصارا وحلقوه تلقل أذيك بن آدنك الشرف تكوينه إلهي سبحانه وتعالى وقصين لهم حيث أنت كبضا كل ذلك و إلهي سبحانه وتعالى تشريفك بن آدم كأوسيوي وأنا أعظم النعم وإلهي سبحانه وتعالى وكق الله ذي استي بن آدم
نعموين كإله سبحانه وتعالى ويتربدين لكن هو وين نعمة الإيجاد إلهي أدقون انجرين بارتين وكو إهيسي ونعمة وحن نعمة الله بعد نعمة الإمداد أو إحنا هذا كهد لي نردنا برواقة النعمة وح موقضة وح قرصوم ونعموين كإلهي لكن نعموين كاسور دموحا اسكفه وقصنايا أو كوين نعمة الهداية والإيمان إلهي إنه إسلامي إيمان قصية وحق ما لما أركا صدرت هذا نعمة كستا وأدوية قفك صو مرتي قفك إلهي جنة قليوها الماما لكن نعمة الهداية لما هالماما وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعمة داس إلهي سبحانه وتعالى أوسي نعمة الهداية ونعمة إلهي سبحانه وتعالى الرسل درت هذا أوسو دري كتبنا أوسو دجيي دتك أوردن إني نعمة سيلان دينة إسلام كان نعمة داس وآد أبالاران وجيه كالدوان له أي حنبارسان تايوقفك إلهي أغو نعمة أوسيو نعمة ينكسوك هليا سادرت هذا ودين حقه ودين عدالته ودين الإحسان ودين إلى قيام الساعة فريشة أكسباير آن لهين وحكي بدل لأنه باهنين دادك قادان إلها أو دادك كالقارسين إلها ومبايلاء داي سادرت هذا إسلامك نعموين كي سفرها بضان أوليهي أو قفك مرقو قلوليب أوفهم وقيمها إسلامك أوليهي وقرن عيو وحاكم إذا دينت إسلامك إلهي سبحانه وتعالى ودين أغطل قلي قفك مسلم كدنع والبيني كقن عيسو ودين نظامنا يسقفك سيد خالق أبو ري ولا نقم لها نلش أن فهنه أن ليهي وحاكم إذا إلهي كو أبو ري وحاسو نعمة كو قلي سيدات ولا نقم له هذا ولا حيران له حرير كذي إلهي دين لحياة نوع ماوي دين تا إسلام كيا كو برئيسة قفك مسلم كقابكو عبادة إسان لها قابكو إلهي أوحيد لها قابكو إلهي أو شكرين لها قابكو إلهي أو عبسان لها قابكو إلهي أتلصاران لها قابكو إلهي أجعلان لها قابكو إلهي أغدوان لها كالما ويدسان لها رده سكوغار لها إلى أغدنبان جنة سكوغار لها نار نوغ بدباد لها دينة إسلام كوحي بريسا قفك على قضاء أدحيسو أساق إيا الرسول كي إلهي أصادر يا نبي محمد حق أكوليها إساد أبراني لهيت نبي محمد قابك إدو أطيعي لهيت جعل كيسا قابك إدو وحوالي بأغهر مريني لهيت سنتي سقابك ذو راعي لهد أخبارتي سأر مين لهد إلهي عبادتي سأصيح ميس إلا وضضا إن أدمرتون موياني دينة إسلامك ودينة كبرة إيسو حقوق ضدك كو حيارا سيد أولا نغم لهد ضدك ساكالسي حقوين والدين تاذا هو يا أبو حاس كاذا عرور تاذا قرابة تاذا جيران كاذا وفق عالم كأساد أولا نغم لهد كان جاهل كا مسلم كا قال كا قفك مضحا قفك الرعيدة وحول بحقوق دي لهايين فعد كل ذي حق حقه ووح مفصل وإلهي سبحانه وتعالى دين تا وقوك على دقيقي دين تا إسلام كا ودين تا نظامين أيسو نظام كان قنعسي كا إيمان تا إسك عشوائي كا وحاكم إذا وحيالها يعني لياب كاله علمك أقونت ما لها قار وان قدرنا لكن مركزه قارو قنعسك لما قدريا وحان سلو اكسون هاي داوو سان اختار سو قرين انان لقا ذنك رنو يسون تاي لغو ديمان ايو وحان اكسون هاي قبرو سان شاخ كو مهرينين انا ين حلال كو نقنينين وهكذا نوع كستاء ما لها مانتا شقوينك مدول بعلمي هذه أقوم تيدا وان كو قدرنا لكن قنعسي مركا لقيلا يو حبرت باديك إماتي ويقلي كي حوالها كسو طبا نقدنا ويقلي هل لقلو ومسألة وين أو من مسائل العبادة كمذي صادرت هذا الصلاة سيدا ينو أسيحين نقول الآن طهارة الآن أدوانا واجبات كيدا شروط هذا أركان هذا سنن كيدا هيئات كيدا أدوانا كملين سيو أسيحين شقدا قنعسي وحيو بانتي برشو صادرت هذا باب عاد وبلارن قف كانتو سنقون لهين سدو اوغا فغاني كرار ربا ما انت ددك انت بدن غنعسي كجيرو
xoolahooda waxay la baraka beeleen waa xaaraanta soo gelayso aqoon la-aan way wuu iska xoogsanahay mooyaane aqoon ma laha laakiin salafkeenni maxay lahaani jireen qolyaha hadda laysinka shatiga bixiyo horaan culimay ahaani jireen qofku markuu dukaan furto su-aalaa la weydini jiray ku saabsan ganacsiga beeca iyo buyuuca maxaa xalaale maxaa xaaraane hadduu imtixaankaa ka baasana shatigu ku shaqaysan lahaa ayaa la siini hadduu imtixaankaa ku dhacana waxaa la leeyahay kuu fasixi mayno inaad xaaraan ka ganacsato ama muslimiinta inaad lugoyso laakiin ma jiro maanta wax walba waxaa way jaantaar rogan saa darteeda qofka muslimka si uu xaaraanna uga fogaado xalaalna u shaqaysto diinta islaamku waxay ogoshahay meelaha xoolaha lagu bixiyo meelaha laga kasbada si uu u barta ilaa ugu dambeyn dhaxalka iyo qayb walba diinta islaamka meel saartay xuquuqda qoyska ee maanta jaahilka laga yahay ee laga raadinayo meelana laga raadiyeen gabdhaha waashay oo maanta leeyihiin xuquuqaa naga maqan qoondada annadii baylna'nahay diinta islaamka xuquuqday siisay diin siisa heli maayaan waa lugooya waxa kaloo raadinayaanna saa darteeda arrimahaasoo dhan diinta dhammaystirtay waa diinta islaamka wax walibana meeshaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu geliyey diinta islaamka siday wanaagga u dhammaystirtay wax kasta oo fasaad ah iyo shar ah dulmi duqyaan qatli naft oo xaqdarro lagu dilo zina been kibir nifaaq tuuganimo giiba dad xoolahooda baatil lagu cuna wax waliba oo xunna diinta islaam way ka digtay saa darteeda diin sidaa u dhammaystiran adduunka oon diintaa ka ahayn ma laha gaalana way og tahay saa darteeda annaga muslimiinta inta badan jaahilka ah oonan barani rabin gaaladaas wax la-aantana agtooda wax yaallo in badan malaynaynaa inuu wax naga maqan yahay ikhwaani fillaahi intaa markaan kaga baxa qodobkaas oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka aad uga hadlay diintan inay tahay diinta adduunyadana u dambayni doonta meel kastaana tegi doonta diinta xaqana ay tahay nabigeenna markuu ka hadlay xadiiskuu soo saaray alimaamu muslim min xadiidi thawbaan wakiilaha in allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha wa ina ummatii sayablugu mulkaha maa zuwiya lii minha ilaahay wuxuu ii soo duubay dhulka dhan ayaa lii tusiyay haddaa nebi maxamed ahay ummaddaydana intaasuu ilaahay i tusiyo dhan way gaari doontaa waxaa kaloo nabigeena sal lay slam arrinkaasoo sii dhammaystirayo xadiiska alimaamu axmed iyo xaakim ay soo saareen min xadiidi tamiim addaari wuxuu leeyahay layabluganna hada alamru waajiintan islaamka waxay gaari doontaa maa balaga leylu wannahaar habeen iyo maalin meeshay gaaraan yacnii adduunka cirib ka cirib diinta islaam way gaari doontaa waana xaqiiqoobay warkaasuu nebi maxamed sheegayo ardada maanta koonka markii lagu wareego meel walba qof un laa ilaaha illallah waa joogaa tayib markaasa nabiga wuxuu yidhaahday walaa yatruku llaahu beyta madarin walaa wabarin baadiye iyo waxaa laga hadlay iyo magaalo madarka waa guryahan dhagaxa dhoobada iyo laga dhiso matofaaliga iyo blooga wabarkana waa guryihii baadiyaha laga dhisani jiray ee xoolaha ay ka isticmaali jireen maqaartooda ay saaran jireen guryaha ilaahayna qur-aanka ku sheegay suuratu naxli tayib guri kasta ama dhoobaha ka dhisnaado ama ha ka dhisnaado cooshade diinta islaamka ilaahay waa gelini doonaa ilaa adkhalahu llahu hada addiin laakiin laba nooc bay ku geli doontaa marna qasab iyo sandulle ay ku geli marna waxay ku gelaysaa si caadi ah bicizi casiizin aw bidilli daliilin cizan yucizu llaahu bihi lislaam wadullan yudilu llaahu bihi lkufra marka qofna asoo qasban baa diinta la soo gelin kuna isagoo sharfan buu diinta aqbali oo sidaasay markaa diinta islaamka ku soconi doontaa adduunkana ku gaari doontaa almuhim arrimaha waan ogaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala qawaaniintiisa iyo diinta islaamka inuu wanaag dhammaanteeda uu ku jira masaalixdeenna halka ay ku jirto aan usoo gudubka markaa qodobka ku xigo ah haddaan arrinkaa ogaanay ayna huwa sabiilu lfawzi waalfalaaxi liibaanta intay ku jirtaa waddaduu ku gaari kara qofka muslimka leanna noloshan aan leenahay aan fahanno ayaa nin walba noocula muuqataa nin wuxuu leeyahay haddaadan maalqabeenba noqonin nololba ma jirto nin wuxuu leeyahay haddaadan dhakhtarba noqonin nolol ma jirto nin wuxuu leeyahay haddaadan madaxba noqonin ood kursi ku fariisanin nololba ma jirto wahaakada nin walba meel bay uga dhigan tahay dhallinyarada annadii intooda badan maxay intay uga dhigan tahay
هذا النقل اللي يردن عيارتوي دا أدون كمان تا لا يقان النصب قاضي يا أنت ماله كعيارة يا أنت وريج يا أنت العو قاطه ويقانن لكن دين الإسلام كذي صلاة يشروط هذه وحير الله ويدينا أنت كجواب ويرتاي محارمها كينيا نول بوح أركا ينلاشي وضدنا كجاري كرا لكن وحصورن صو أروري أن نرادو أما أنجا جسنادو المهم قفك مسلم كسعادة ديسي وناجي سوائنو الدنيا دنا كل يبانو آخرنا كل يبانو وضدا أنتي كجرتا وضدا وحي كجرتا قفك إلهي سبحانه وتعالى حق قاسي دينتا إسلام ككمال كاس دمايستران قفك قاتونا كاسو يمدك اللي يبان أيو قفك كتغو أما لنعدنعنا هادونا وقفك مركا إلهي سبحانه وتعالى أقرب مريا وناجي سعادة دي دينتا سون إلهي سبحانه وتعالى أيون وشرفي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعمذا سو إلهي تلماما يو ودين تا إسلامك تاسون إلهي رالي نوغن نقضي وانا أكبر نعم دينا تاهين إلهي أقبل أيونا ملها دنيا ما أنت تدك كنول وحي دونها هايستو لكن دينا إسلام هين إلهي أقبل ما يو إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نبي أن في صحيح مسلم حديث أبي هريرة محليه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حليه نبي أن وحن قدرت الله نفتي دقعنتي سيكجرتي إن مقل ما يو قف أمدا كمذا ما لنك نبي محمد دسو بحي إلى قيام ساعة عيد نبي محمد وكقر سوي هاي نمجرته قال يا مسلم با نعيب كي وقبان واكو ان كارتونا دا كسمينا يو مركا قف إما قلما لها كدبنا آنا الرومين أو كل انتو أسوانا الرومين أما يهود هشيكتو أما كريستان هشيكتو أما وحودوني هشيكتو كدب أسوانا الإسلام سوء قلن دنته إلا كان من أصحاب النار إلهي نقران كساسو قليه ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده أحزاب ووحى صردن وحي دين الإسلام كصهر يردن قفك دين تانعه هوي جيسوا النار صادر تيدا وناغ وحيو قجرا مروال وقفك مسلم كي سعادة ديسا دين تا إسلام كأيو سدو أقاتي سدو أقودقما حدا دون يسو إلهي أكتيس وحكويا لو إنا دوغاتو دين تا إسلام كي قدر كأد قليدا هاي واجباتك إلهي كصاري كتابك الله سبحانه وتعالى سنة نبيغا قدر كأدو جرتب الاسقياس هل كان بدك أغاني دونتا إن أدواناقي سعادة هايسو إيا إن أدلونسان تهي أنسو قدبو بنا آدن كدقدقاق بو سميا يا حركات يا شقا حركات كبنا آدن كأو سمينا يو حيو باهينيهن إن أدفهنتو تلا بضيت قاديسو انتادو قاديسا ما إلى سعادة به وسوحادو قاديسا إلى الشقاوة حركات كدقدقاق بين آدم كأوصينا يا دنيا يا آخرة بها النقد وحا أوصمينا يو مروى البوحة لغو قيمة فعل كوحا سيكا كسوفلو عمل كسوفلو هدو خير يهينا وخير تلابضو قاضي عمل كي يشقض ودقاقي هداي شرط هينا وشر إلهي نساسو نوغو شاقي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها داد وناك سميسانا نفتي نوبادو سميسين حتى حمان سميسانا إذن كون بايدين تالا صادرت هذا حركات بين آدم وحالي له هذا لابن بوميدي هاي تلا بديت قادوا إما قري أذيك أدلي هذا من بعد آخر كل سنة إيسا قري كان وحنا نقول أنا ما جنة ذات قري كسم إيسا إيسا أما نار قري كل سنة إيسا كاس نوا رسمي هذا دم بقي مأمل كادو صعته تلا بكست أمان تاد قادي كاس أي خص إيسا نوع هذا قادي قصد كادي وجدد هذا محيط هاي غاية ذي واحد كسو جيسو تاسي نقون عيسى مركا بنا آدن كوحيد هان هدو استاغو اما فريستو اما او هدلو اما وحسميو ارنتاز كل ذلك اللبضاس مصير بيقود ما نيسى قفك مؤمن كإنو دار جنة كالستو قفك كالنا إنو حق كالو بيرو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها انتازو حان كيسو قد بيا بنا آدم كي يشقذي سي الدنيا وصف هذا ومحاضرة إنه أقول ما عندهم
إلهي سبحانه وتعالى خلقك أمي كلا دون بن آدم كان أقيب كي هاي وجدده إلهي سبحانه وتعالى أم كردن أبو ريرت وعبادة أما بن آدم هالنقطة أما هالنقطة حيوانات يغير كوضة لبا الرموضن إلهي وأبو ري إنا يقادن إلهي سبحانه وتعالى علم جيسة يأغود ديسة إحاطة إلهي وحو البقو قوبي إلهي سبحانه وتعالى أرنك أمرك كهدلي في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلهي سبحانه وتعالى عرق يضل ينت أدحي سمرك أمي شرعي سنة سودجي وجدد وحوكر لغي وكوع الليي إن دقاتان إلهي سبحانه وتعالى أقوديس يعلميس في سورة ذارياتنا إلهي سبحانه وتعالى وحيرد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مركا عبادة ويجدد يهدفك بن آدم وانصوغلنا مركا انتهت قبل لابطي انتهت سؤدن بين إيسا بن آدم كوحوم مرا أفر مرحلة ذات مرحلة كواد ومرحلة عروشه يدي كجره ومرحلة في بطن أمه عروشه يدي سكجره وأول مرحلة يمر بها الإنسان مرحلة وحالي رهد ودارت أوه الرئيس إلهي التنقلات وقرقورة بن آدم كماشي أوه الرئيس ودك بن آدم وي انت أقول نولانا إنه محدود سقال بلودنا ويقول بضانتهاي وانا يكبضان كرتا وانا يكيراني كرتا هل كان إلهي سبحانه وتعالى مدبو كوريا صببت هل كان لوغو هايونا الدون كان دارت الله بادو إيماني دونو إلو دياري أصغو إيماني كرو حبنه سنة إلا دم يسترو أي إلهي مددا قوضان هل كان لوغو هايا كون قوضيا هل ميل بوكا قوتا من دعيرك علوش حدونتا وحاقو عنا وديقا هو يديسا مرحلة كوين وبن آدم كوسو قدبة ومرحلة الدنيا دار الدنيا مرحلة داس أيو مركو عروشي ويدي كصوبحو أيو مدقو النغلا دا ومرحلة الامتحان وحي هادا انكسو هادلي نيوردن مرحلة دا ودعايو اختبارك بن آدنك يا فعنان دونا يا قصار دونا يا عمل ونكسنو أهل سعادة نقندو يا أهل الشقاوة نقندونا ماشا امتحانك بضن لغيه يندهي يوحي لغسي ماشا أدقوك لبحي لهاد امتحانك وين ودار الدنيا سقال كبلوض علوشي هو يدو كجرينة ويدار كواسع سن وقفك كنولاني دونه هل كاسا يمدك نولانا يا قوان إيدنا كدبنا وقد بدون دار تسدعات ودار تلو يقانو دار البرزخ وقبرك مرقو قفك قلو هل كاس آخر بيسيء الرعسنتا من منازل الآخرة أي الغترية دار الدنيا وقفك كنولانا ويكدير تاي لأن دار تاو عقوص غنانيا إلا الدنيا كذا ما يستر ما يسو أي وقفك كسرنا يا مركا النبي آدم كسر بالله إلى ما أنت ساك كي لحب علي كل جود عيبود سقيهن دار البرزخ مركا ومص دار كبر دار تهر الدنيا ذا دار تاس الدنيا ذا واحد كسر شقي ستي وما وحق ترى يا حوالا بدن هذا عديها كأجر للذين هذا صدقة يا خير كاهر ريا آدم قشانين هل كانوا بوديبكو ديالي دم بيغودن وكسو غاري وليبا هندادن إلالينين وايو وحادعا قف أساقنا موتن دم بينا كسو عدو حوالا او شقيي او لغو تمنا يو اما لسي عنا يو درتو دا وحادعا قف انتو حوالا بادن كتاقو حوليه سنين أساقنا النار كقالا اسلا حوالا هاسنا قف قالا جنقو قالا مالم بعد عدي نك عالم كالحسن البصري لو يقاني أي أرددي سواه إمادين شيخ أصيدنا وكلا أرددي ولا فردي ودرس سينا مركز الشيخ عير الدين مانته وحن لك كلناي نن مال قبينها أي دين تاي أن لجوجني حالة دي نفتي كبحيسي وحن أرجني وحن لا يابنو نك سكرات الموت مرك قرقر سد نفتي أيزو قرتي بوهم فكذي ولا مسيم واي walla weydiyo xalay rahayl waxad la weynaysa wuxuu yiraahday mal qabeen baanaha waa wax xoolo account la gashaday bangi ma jirina
guriga ayuu yiraahday halkaa fiiriya maxaa yaalla sanduuq baa yaalla halkaana fiiriya maxaa yaalla sanduuq kale halkaana fiiriya maxaa yaalla sanduuq waxaasoo dhan wuxuu yiraahday xoolo lacag baa ku jirta waxay ugu daran u yiraahday dhowr sano hadda isoo dhaaftay hadda zika kamaanan bixinin oo maxaa zika uga bixin waasay waxaan uga bixin waaye lihaybati zamaan wamunaafasati alaqraan iyo mid kale oo saddexaad oo wii suldaanka ku saabsaneed wuxuu yidhaahday hebel yuusan kaa xoolo badinin xoolahana may nuqsaamaana baan u bixin lahaa iyo gaajo iyo balaayaa dhici doontaae ruuxan celi oo arrinta maan dad badan iyadana shaydaanka albaabada uu ka soo galo ah intaa markuu yidhahdayna naftaa ka dhacday alimaam xasan albasri wuxuu yidhaahday unduruu ayna ataa shaydaanuhu balinkaa fiiriya shaydaan siduu ugu ciyaaray albaabada uu ka soo galay bal fiiriya kadib buu xasan albasri buu wuxuu yidhaahday waxaa dhici doontaa maalinta qiyaama nin xoolo uu shaqeeyey inuu ninna janno ku galo isagana naarka gala maalan wuxuu yidhahda hadda ninkaas xooluhu ka tagay waxaa laga yaabaa nin wanaagsan oo saalixa inay gacanta u galaan kadibuu markaa xoolaha waddadii kheyrka iyo meel wanaagsan uu mariya kii hore accountiisa kuma dhacayso maadaama isagu jasaar ahay uu ku tuntay oo si xuquuqdoodii uusan marinin daacada ilaahayna uusan ka gudanin kaa dambe ah xooluhuusan ku dhididin uusan ku daalin ayaa si fudud janno ugu gelaya asagana xisaab baa u taallaa inteed ka keentay shilinkan xaqan maxaad u bixin waasay ilaa shan boqol oo sano xataa nabigeenna uu tilmaamay marka daartan barsakha ah qofka waxaa wehel waa camalkiisa saalixa ahaa bis ah xagga jazaahiya abaalkana aakharay ku xiran tahayoo hadduu camalkaadan wanaagsanayna qabriga waxaad ku helaysaa rawda min riyaadi aljanna riix oo waxaad ka helaysaa iyo rawx oo mataqaanaa min riixi aljannati wa rawxiha marka daartaas iyana waa daar khatarteeda leh qofka muslimkana waxa uu heshanayna waa wuxuu un soo shaqaystay adduunyadan daarta ugu dambaysa waa daaru laakhira daarta aakharana waa meesha ugu dambaysay aliqaama almutlaqa la yidhaahda waa meesha lagu negaanayo negaasho aan dhammaad lahayn saa darteeda qofkana imaa ilaa naciimin wa imaa ilaa jaxiimin labada unbaa lagu kala dhammaani qof nicmo ku dambeeyo janno gala iyo qof naar gala marka halkaas shaqadeedana shaqadii halkaas ama aad ku liibaan lahayd ama aad ku khasaar lahaydna waa midda maanta halkan taallo daartan labaad oo daaru dunya ah wixii lagu shaqaysta marka ikhwaani fillaahi waxaa loo baahay ina qofka muslimka inuu markaa noloshaas halkaana ku dhammaani doonto calool hooyana ka soo bilaabatay maraaxisha kala duwana la mari doono qofka muslimka inuu garto intuu ka soo bilowday intuu u socdaa maxaa ku anfici doonaa muddada aada haysatona intay la eg tahay waa arrinkaan u baahannahay mar walba inaan wax iska weydinna waxaa kaloon tilmaanay ujeeddada qofka muslimka uu nool yahayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ay tahay hadafka markaa ka dhexeeya ilaahay makhluuqaadka uu uumay dhammaantooda kow waa cibaadada annaga taanada waa midda la garanayo takaaliifu ilaahay na saaray xayawaanaadka intooda kalena ilaahay waa yaqaanaan waanay caabudaan wa in min shay-in ilaa yusabbixu bixamdihi annagaa laakiin garanaynin qaabkii u caabudayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeeddadaas uu uumay oo cibaadada ah waxaa kaloo dheer in ilaahay subxaanahu wa tacaala kelinimadiisa iyo awooddiisana in la garta iyo cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo waxaan ugu hareeraysan inay markhaati ka noqdaan allihii abuure aanayna baraan afalam yanduruu ila asamaa'i fawqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha wamaa laha min furuuj ilaa aakhirka dambe tabsiratan wa dikraa likulli cabdin muniib waxaan nagu hareeraysan oo dhan waa adillo ilaahayna barayso wa fii kulli shay-in lahu aaya tadullu calaa annahu waaxidu wax walbo ilaahay abuuray waa aayad ilaahay subxaanahu wa tacaala kelinimadiisa na tusinayso waxaa kaloo labaad ujeeddada ilaahay subxaanahu wa tacaala noo abuuray oo ikhtibaar ah alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala in ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka guulaysanayo iyo qofka dhacaayo la kala ogaado isagooba ogsoon laakiin adduunyadan lagu kala mirma ikhwaani fillaahi gebagabadii intaanan adduunye iyo wasfigeeda aanan soo gelin qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo bini aadanka dhammaan xawaastan uu u sameeyey xibnahiisan waxaa bini aadanka dabiicaddiisa ka mid ah qofka hadduu il beelo wuu la xanuunsanayaa
dhaqtar iyo isha siduu u daaweyn lahaa meel walba la maraya wuuna la murugoonaya saa darteeda nabigeena wuxuu ku tilmaamay xabiibatayn qofkii labadiisa xabiib laga qaado sabro janna buu leeyahay nabigeena sal alla wasalam waa waxa loogu jecel yahay qofka hadduu waayona dhibaato iyo ta'iir bay u keeni dhegkan daad waayso waa lamid luka daad waayso waa lamid xawaastan iyo dareemaha bini aadanka iyo xibnihiisa xibin kastaa qofka waayitaankeeda wuu la kurboodaa wuu la dhiboodaa laakiin xibin waxaa jira xibnahaasoo dhan ka muhiimsan oo laakiin markuu jirrado iyo marka la waayo aanan loo murugoonayni waana xibinka ugu muhiimsan xibinka waa qalbiga qalbiga kugu yaallo imaa nicma iyo raaxa ayuu ku noolaanayaa wa imaa shaqaa iyo wuxuu ku noolaanayaa tacaab iyo kadiid qof kasta oo adduunyada noolna waxa uu raadinaya waa raaxa raaxana haddaadan halkaa qalbiga ka helin raaxo kaleoo bibidhaani waxay kuu tarayso ma laha saa darteeda qofka raaxatulqalbi siduu ku gaari karaa wuxuu ku gaari karaa inuu ilaahaygi subxaanahu wa tacaala abuuray cibaadana u abuuray inuu amarkiisana qaato wuxuu ka reebayna uu ka tago haadihi hiya sacaadatulqalbi taasuu qofka sacaadada qalbiga iyo suruurka iyo faraxiisa saasuu ku gaari karaa haddii taa la waayona ilaahay muxuu ku tilmaamay gaalada noloshooda waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka oo maxaa inta u ciriiriga ka imaaday gaalkii xoolo wuu haystaa waa kanu khamrada ku cabbaayo meelaha ku wareegaayo diyaarada ku fuulaayo maraakiib iyo bad dhex maraayo intaa sacaado uu raadinayo ogow laakiin weli sacaado uu la-yahay ilaahay baana sheega oo noloshan maxay ciriiriga u tahay leanna qalbigiibaa bakhtiyay mar hore oo dhintay meeshii sacaado laga dareemi lahaa waa qalbigii qofkii muminkii gaajeesnaayna ilaahay muxuu ku tilmaamay man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba ma aha inaad xoolo badan haysato haddaad biyaha cad iyo khubsi aad isku cunto alxamdulilah aad tidhaahdo halkaana aad seexato wax kaa maqan ma laha ilaahayga khaaliqna aad garanayso cibaadadana aad gudanayso markaasaa darteeda adduunyadan aan leenahayo noloshan inaad fahanto wax badan bay kaaga filan tahay markii ujeeddada iyo qasadkii aad garato wax badan baa kaa degi doonaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhammaan hana wada garansiiyo haddii taa la waayona waa kadiid adduunya ma soo gelow gebagabadii warkayga fiqhu dunya waalaakhira adduunya aakhara bal inaan garanna ilaahay waxaa la yidhahdaa subxaanahu wa tacaala shay kasta u ahaysiiya wuxuu u sameeyaa likulli shay-in ziinatan wa maqsada ilaahay wax kasta uu abuura quraxna wuu u yeelaa ujeeddo iyo gaayana wuu ugu talagalaa tusaalooyinaan soo qaadanno geedaha oo kale timir iyo zaytuun iyo rumaan iyo mooska iyo kuwan la beerto iyo babaayga iyo geedka markuu baxo waa qurxan yahay caleemaha uu saaro laamanka uu bixiyo ubaxa iyo booqa iyo wax walba uu sameeyo mandarkiisa indhaha waa jecel yihiin waana qurax buuna ilaahay ku tilmaamay adduunyadana quraxdeeda waa cagaarka iyo dooga iyo geedaha iyo ubaxa aan fiirinayno taa waa qurax laakiin qofka geedkan abuurtay ujeeddada u abuuray ma qurax ba maya inuu miro ka gurto hadafka waa kaa beerta markaad abuuranayso markay soo baxdo waa qurax ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay laakiin quraxdaa maaha adii ujeeddadaada waa inay sabuul bixiso oo aad ku intifaacdo marka quraxdan waa ziinadii laakiin maqsadka waa inaad miro ka goosato geedaha waa noocaas dharkaanu imaano dharka qofka markuu shay soo iibsanaya waa inuu shay qurxan raadiyo ishiisa waxay ku qanacdo waa inuu helo laakiin ujeeddada ma intaas ah marada ama ha fool xumaato ama ha quraxsanaato almaqsadu huwa satru alcawra maradan ay cawran ku asturto baa muhiim ah ama ha fool xumaato ama ha qurxanaato quraxdan waa iska shay indhaha jecel yihiin bese wa haakada intaasaa tusaale noogu filane adduunya waa ziina adduunyadan aan dhex joognoon ku wareernay waa ziina waa qurax waa bibidhaan maqsadka muxuu yahay waa aakhira adduunya qofka ku mashquula wuxuu la mid yahay qofkii geedka quraxdiisa kore ku mashquulay oo miruhu ka cun lahaa aanan danaynin
adunyadana macnaheeda inaad meel ka fariisato miseed ku xirxirnaato laga hadli maayo qaabkiid u noolaan lahayd diinta wax walba ay qaybisay adunyada markaa waa ziina aakharana waa maqsad adunyada waa ziina maqsadkeedana waa aliimaanu saxiixu waalcamalu saalix annaga waxa naga anfacayo adduunye aan ka guranayno waa qofku inuu iimaan saxiixana hela camal saalixana fii kulli yowmin waleyla waa inuu haaya ayib waxaa la yidhaahdaa kullu man nasiya almaqsad tacallaqa biziina maqsadkii ujeeddadii iyo gaayihii loo socday qofkii garani waayo wuxuu iska ag fariistaabay bidhaantan iyo ziinadan kore waa qofka adduunye madax u taagaayo aakharana aan u shaqaysanin oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadka uu soo diray ambiyada iyo akhyaarta ahaa waxay ku mashquulaana la yidhaahday almaqaasid dadka ahlu dunyaana waxay ku mashquulaan aziinaad wallah wallacib oo adduunye iyo bibidhaankeeda waxaa loo baahan yahay qofka muslimka hadday laba arrimood isqabsadaan oo ziina iyo maqsad baa isqabsaday ilaahay cibaadadiisa iyo rasuulkiisa daacadiisa iyo shay adduunyaha isgarabgalay keen horumarinayna waxaan horumarinaynaa maqsadka saxaabatu rasuulillaahi baa arrinkaa gartay maalinkii hijroonayeen oo maka ka tegaayeen waxay ka tageen guryo dhisan iyo xoolo iyo beera markaasaa qaxooti laga doortay qaxootinimo waayo kanna waa maqsad waa iimaan iyo nabi maxamed raaciddiisi weeye waxanna waa adduunye saa darteed hadday labadaa isqabsadaan inuu qofka muslimka diintiisa mar walba uu xoojiyo waxa ilaahay jecel yahay rasuulkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu arrintaa ka hadlayay إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر آخر كدم فيري إلهي مركو الدنيا تلماما يوحي ككوبانتاي لغونا سوء روريا بأدنيا يوحد حيالة إنا عيار عرور يوحد دوين مشقولية يا بير انت لا أبورا إذا هدنا لقو سنين بإسكب بعضي adduunye intaasaa lagu soo koobayba tilmaamteeda maxaa loo gudbay maqsadkii baa loo gudbay ilaahay muxuu yidhaahday wa fi laakhirati cadaabun shadiidun wa maqfiratun min allaahi wa ridwaan adduunye markay taa noqotay aakharana waxaa yaalla cadaab daran oo qallafsan iyo ilaahay ridihiisa iyo janna xalka muxuu yahay saabiquu markaa ilaa maqfiratin adduunye wataase kanaa ka muhiimsane kan qaata wey tayib waa badan yihiin aayaadka noocaas ah aan u soo gudbo markaa adduunya qiimatu dunya binisba lilaakhira waxaan ku soo gabagabaynayaa warkayga adduunya qiimaheeda oo dhinac walba ah ayaa tusaalooyin laga bixiyey si dadka ay wax ugu gartaan yacnii dadka waxay wax ku fahmaan amfilada waana ilaahay saasuu qur-aanka iyo sunnada ugu soo celceliyaa adduunyada aan fiirinno marka aakhara la barbardhigo wasni intee la eg iyo qiimo intee la eg ay leedahay qiimatu dunyaa aldhaatiya adduunye jumla ahaan iyadoo iswadata qiimo intay leedahay ilaahay ka jawaabayo wamaa haadihi alxayaatu dunyaa ilaa lahwun walacib adduunya waxa dhex yaalla waa un labadaas lahwigana waa waxa dadka maskaxda ka mashquuliya aakhara seejiya ciyaarna de caruurtaas iyaga markay caloosha wax u gasho calooshaba hadday wax ku ritaan banaankay aadayeen halkaasay ciyaar isaga aadayeen adduunya waxaan la sheegaya warumahaya anayga adduunye marka waa labadaas qofkii weynaayna maskaxday kaga ciyaari caruurna way iska dheelayeen warmahayaano aakharana ilaahay markaasuu ammaanaya wa ina alaakhirata la hiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun adduunye qiimaheeda zamaniga ah intay la eg tahay adduunya sideedaba dharerkeeda intuu la eg yahay zaman ahaan taana ilaahay baa ka jawaabayo famaa mataacu alxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil adduunya iyo raaxadeeda iyo waxa dhex yaallo aakhara marka la barbar dhigo waa qaliil qaliil waa wax yar waan wada garanaynaa
الدنيا آخر وحبا كما أها آخر يجون مخر ليس بربر لقى الدنيا وقليل بيراد إلهي قلبضة وأبوري والزمن هان الدنيا ميزان هان أنقوه غير نبال ميزان كلبتيس وحب علاسك وحب بالغوقي مياه نبي قلنا كجوابتانا حديثك الإمام الترمذي وصو صاري وعليه نبينا صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا إلهي أكتي سادي قرب كنيعة ونقم الهيد قال ببيك مكبضين كنيعة قرب كذن وكل إذا تاب ميزانهان إلهي أكتي الدنيا أن أؤمانه ميزان ما قال لك صوته خوبضة إيوه وحبا وحلو بيجي جري سو سوما الدنيا حاجة بيجا أنا دنا في رنوال أنت إلا أكتا قياس أنت إلا أك بالكيلي الدنيا دنا بالكيلي مرك الله في ريو نبينا صلوات الله وسلامه عليه كجواب حديث قال الإمام مسلم وصاري والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه نبي غفرتي سنتو إشاري صباب ذا في اليم فلينظر بما ترجع وحليه الدنيا هداد وقاتان يعني مركا لا قيمة أما لا الدار أما لا لبيغ وانت إلا أكتهي آخر هو بدوين الدنيا وحي لم يتهي قف انتو بدتكي فرتي سنسدا أقلي كسو بحي قيان كفرت هذا صور راعي يبيها بد مركا سو قياس الدنيا وقيان كفرت هذا صور راعي آخر هو بدوين تي aan ka gudubno adduunyo aan u imaano waan soo ogaanay xaq miisaanahan xaq beegahan waxyaala wax maqadiirta wax lagu qiyaaso maxaa kamidaha miisaan iyo beeg iyo mitir sooma adduunyo mitir ahaan aan u imaano hadana adduunyada mitir ahaan markaan u imaana nabigeena salaatuullaahi wasalaamu calayhi xadiiska imaam al-bukhari uu soo saaray mawdi'u sawti ahadikum في الجنة خير من الدنيا وما فيها صوت وجدل فأيه يرانو باديها جوغني شابك نوالدي جري هوينك لغو قراع جري انتو لأيكا بسي حرادي ويقاناني صوت ردن ميوكو ديرا ردن بولأيكا عمالين هاي شابكي لغا قري جري جريجا سانتي سلقا قوري جري ردون كا ومبوليكا وحليه نبي صلى الله عليه وسلم بحالكا ردون كا ميل لدقا وجنادا انتاس قياسا هان مساحا هان متركا وهل متر اما كا قابان با انتاس وجنادا ايا اجوني واحد احيا لوردن با كقيمة بدا اجوني متر اهان مركي آخر الله بربر ديوانا نبي صلى الله عليه وسلم آن ايمانو baasha kalamaad wax lagu qiimeeyo ya baashan dafac albalad qareedeen balacabtaanu iimaano beesada iyo shilinka iyo dollarka adduunyana bal taas aan ku qiimeyno taana nabigeena sallallahu alayhi wasallam ku qiimeeyo wuxuu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo maray bi jadiin asak mayitin فتناوله فأخذ بأذنه صغي صحابة وضا صعدة أي وحي صومرين أرقي بختيي أنا دقير يرا دقير يرا كذب النبي صلى الله عليه وسلم أرقي بختيها دقها يرا يرا أي لك كمذ وقبطي مركز وحيرة دي أيكم يحب أن هذا له بدرهم يجعل انتينا أرجع إنه هل درهم أيها سيستو هل درهم هل شلل مركز الصحابة وحيكو يرهدين ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به يا رسول الله دوني مينو مر ابنو محنكو فلينا مركز النبي وحيكو يرهدين أتحبون أنه لكم هيا داد شلل ديدين بلاش مكو قادنا إيسان أرجع بختك لغا يرير مركز وحيرة دين والله لو كان حيا كان عيبا فيه حتى هدون نولان له عابسنا لأن أرقي قدقها يرير لقوغ إليه جرين تتكاني كل حقا كونفورتا يمتك قدقها عالقة
اسكمد ماها حتى هدو نولان لها وعيب لها فما باله أصغر لنتي هذا مانتا أصغر لغا يريرا هذا نبغتي أو ميدا سدو مركا وعيب عيب لغو دريوي مركا سنبي قحيرا دي فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم سيداد ويسيسان أرقيقا بغتيقا لغاها يريرا سيداد مانتا ويسيسان ودو قورسانيسان الدنيا بكل اللي ذات إلهي أكتيسا كاسا تاتا هل شرين دي دين بلاش أدكو دي دين سيدا أدو نعيسان أدو يستين الدنيا بكل اللي ذات إلهي أكتيسا طيب انت كدب أصل السعادة والشقاوة عقو حيرين هاي قفك عمل ككسو فلاي سيدا نور بشيقني وناك إيو خير شر إيو حمان أي مر والبا آخر دي سنة تاسي قرد سنة هاي الدنيا دي سهجا جيدة إيو قصارة هاي دانا تاسي قرد سنة هاي مركا وحالو باهينا قفكا مسلمكا فرصة داس إنو سن اسكالا يعين كفا إيديستو وحان كغبحايا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أيا كتبتي سوحوكو شيغا هذا القاعدة أكوبا أولي هاي الدنيا إيو نرش هذا إيو سيداي تاي حقيقة هذا مركا نسوه غاني قف كستاء الدنيا دان سيدي لوغو طلق على انتو فهمي وايو لنع كلي عادو امتحان لكل مايا قف كمؤمن كامتحان كاكو قولي استو الدنيا انتو فهمو قولي استو سيدي لغربي كسو بحونا آخر أسهم قارن بو إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دان كو أبال مرين ايا وحاسي شرحي هذا الكاس وصوقاتي شيخ لويقان عبد الرحمن ناصر سعدي شيخ عثيمين شيخ إيسا أي كتاب أوليه هاي أو القواعد تفسير كا وكسو أروريي القواعد الحسان ويقانو أي وكو شرحي هذا الكي ابن قيم وحيو مركا ابن قيم ليه هاي عبد الرحمن ناصر سعدي مركو سو أروريي عليه هاي دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول قفك وحليه قرآن كأدلة بذان مركي لسوكينه وحنا تصينيا قفك وحي أنفعلها آخر ديس قرني وايو الدنيا أسو أغوذي كرو خيار لإساقات تقوك بردردر لنع كلمرة وحالو امتحانيا الدنيا إنو كم مشقوله بدل كو خيرك كم مشقول لها إنو كم مشقوله وح آخر ديس ينرجيس الدنيا لبدا وبابئنا طيب مركز تسالوين بدن سوقاتي سو غالدي تسالوين سو قادنايو مشركين تيو غالدي markay diideen ilaahay cibaadadiisa waxay ku bedesheen cibaadatu lasnam inay sanam yaabudan ilaahay markay diideen inay u hoggaansamaana shaydaan iyo balaayo kale bay u hoggaansameen wahaakada oo wadi marka qoladaas u tilmaamo badan ayuu ka bixiyay wadadi mustaqim ka markay kale xadeen وضادي بادي دباي قادين إلهي سبحانه وتعالى يا آيات كيسا مركي يسين أي ليدين إلهي أيغن هو إهاني وهكذا مركا قلوين كاسو مركا تسالوين بدن كبحيي أرنك اللباتنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قفك مؤمنك عبادة امتحانك ليبلوكم أيكم أحسن لليه صلاة وحيوبهان تاي صبر صومك وحيو باهينا يصبر بين انو داي وحيو باهانتا يصبر وناك انو سمي وحيو باهينا يصبر يدو القات صادرت هذا ليرا دا صبر كوحيو قلا اعماش ودنبو قلا الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر على اقدار الله قف صبري يا ادونا كبت با اخرنا وناك جارة صادرت هذا قف كمسلمك نفتي سواي كهاني وحنو قو قصبايو لكن مركز إلهي درتي صادوه حنبارته وحين نفت الربتين إلهي درتي أغتكت إلهي بدل خير لبوكسين يا تايدن وقاعدة وهذا الأدلة بدن أي تسين أيسو تسالوين بوصوقاتي نبي الله إبراهيم أبيه سآزرها أصنام تجيدها قري جري
مركو كيري وي كسامراي وحول بنتو سمي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أو دمبان اللوغو غودي لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا نبي الله إبراهيم مركو إساقتكي إلهي محوه بيي إسحاق يعقوب يدري صالحين وقصي فرعنتي أنبياء بني إسرائيل ودنبا حلقا قبل الله انت يا رموز لين نبي آدم نبي إبراهيم طيب قفينو أهل كيس يرير كيس الله نولا هذا سوي حج عليه ما لكن إلهي درجيس ما دام يقال نقدين مركو أغتكي إلهي فرج كاسو أفري قفكم مؤمن كانوا نوعاس طيب نبي الله سليمان وإلهي كورمي في سورة صاد مركي إلهي فرده يا نعمة بدنيد أوسي أو أركينا مشقولين وفسرين تجدوا عراك لدوان بقبته وأكيد تخلصي قابق أو تخلصي با كذبوا إلهي سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب دبيشا وصفر جري مركي دمي قاديد كوهد مركا كذبوا إلهي سيي طيب نبي الله يوسف امتحان وكي مري وسوكو كون ولا قولي بقرك ناكتنا فاحشي حمان كدونتي هدو سميني وايوني قودي عذاك ينو حبسي مضاني دون او قديكتي وكي راد حبسي كان كجعلها انتان فاحشي سمين لها حبسي هقلو تدبسنا هكو جيرو عرب دنبي دي اساقا لها مقالي دي مصر اساقا بقرك كاها دنبي بل إلهي وكي كتل ما من يتبوأ حيث يشاء حتى جغد مالنك دنبي وكي دورني اجعلني على خزائن الأرض طيب إلهي سبحانه وتعالى النعمة هي برواقة وكي سي آخر كدنبي أصحاب الكهف بغر كي قال كأهدبك بضنا هي مرك الله دبي وكي اسك عررين وقدك قالين إلهي سبحانه وتعالى وكي نعمة بضنيت هرددي سيد أحد بقول هي سقالك صنع هيد وكي هردين إلهي وكي إلهي أنت أنا نبسو قارن يعني الراحة ينوع كستا هي أمة دواقي دنبي إسلامة وكي إلهي أبو بدلي أبو دنبين مريم بنت عمران مركا إلهي سبحانه وتعالى يطيع دي ويحبن كيدين هكا يجيسي إلهي وكي كي إلهي وجعلناها وابنها آية للعالمين مهاجرين تأودن به مركي كسوطي ندان كورمين حوله ذي داره ذي وحوالب برواق يا نعمة يا راحة عدون يا ملوك يا بغر ما كدن بيسي مركي أدوية وحلقية واقفك أو شيء كيسو هذا ما أنت وحلقية واقفك أنا قابع عادي قف صراحة يقول هذا قفا إلى دولال وحاران تنسكداف لون كان باشن قادنا يسال اسكداف كن تركتن يا وحيالهان مركي أتقادنا يسان هونك ذا للك الأردى يا وحن اسكده قف باي ويراه دي شيخ مانتا ننك دونا ينو العقارو ورسونا نرمهن مرمرين نحبه مقاري كربا قف حارانا اسكده دوري يراه دمان ميل مقاري لكن قف كادو إلهي درتي أغتك وحي حما برواقة يا نعمة يا نية ونكسن أغتك برواقة يا نعمة يا ونك با ودنبين يا مرك إلهي سبحانه وتعالى هلغو كالصونا ذو الدنيا هي حقيقة ذا نسيدها نفهنه هذا الكاس عن ديريي جزاكم الله خيرا يدل قاتك يصبر كأت سميسينا إلهي دمانتين هنقا وضعب المريا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.